كسر العراقيل ما بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي هو هدف رخص الاستغلال الاستثنائية التي قدمت مؤخراً من طرف الحكومة قصد توسيع النشاطات المختلفة للمستثمرين المحليين ورفع القيود عنهم. شركة إسكيرول لمواد التنظيف بحمادي هي نموذج من المؤسسات التي حصلت على هذه الرخصة أواخر سنة 2022. تحصلنا على رخصة استغلال مؤخرا. رخصة الاستغلال هذه اللي سمحت لنا باش نحو العراقيل اللي كانت عندنا من قبل، نفكوا القيود اللي كانت عندنا، القيود البيروقراطية من الإدارة، خلاتنا نزيدوا نستثمروا في المجال تاعنا، خلاتنا نزيدوا نمتصوا يد عاملة من المنطقة، توسعنا في التصدير. احنا تصدر عندنا بزمن اللي بدينا صافي عامين وحنا نصدروا، لكن مؤخرا مع السياسة الجديدة للدولة دخلنا في آفاق جديدة في التصدير. كنا في البلدان المجاورة فقط، كنا في تونس، ليبيا وموريتانيا، غطوا 70% من السوق الوطني، ونطمحوا إن شاء الله في آفاق في أواخر 2023 باش نغطوا التراب الوطني 100%. وفي إطار سياسة رئيس الجمهورية لرفع العراقيل على المستثمرين، تعد رخصة الاستغلال الاستثنائية خطوة إيجابية أثمرت في توظيف العديد من العمال وفتح باب التصدير نحو الدول الإفريقية. شركة اللي تخدم حوالي 487 عامل، شركة فتية عندها 7 سنين من الانطلاق. الحمد لله هذه الشركة منذ أن استفادت من رخص الاستغلال الاستثنائية بولاية بومرداس في إطار رفع العراقيل، اليوم هذه الشركة راهي تصدر حوالي 9 دول إفريقية، تخدم 487 عامل وعاملة. رفع العراقيل اللي أسنه السيد رئيس الجمهورية وطبقه ولات الجمهورية أرجع بالفائدة على المؤسسات، أعطى لهم ثقة يعني للعمل والمضي قدما يعني في التطوير الإنتاج. اليوم يعني هناك يعني مازال كاين شركات اللي مازالهم يعانيوا من رخص الاستغلال ورفع العراقيل، ونتمنى إن شاء الله كل شركات وطنيين يستفادوا من هذه الرخص. القضاء على البيروقراطية سلوك يراد ترسيخه في الممارسات الإدارية لجعل سنة 2023 سنة اقتصادية بامتياز.